يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، وبين 70,000 الذين لا يحاسبون ولا يعذبون. لا تعارض بينهم، المرور على الصراط إن منكم إلا واردها، أي يمر على الصراط، منهم من يمر كالبرق الخاطف، وآخرهم من يزحف زحفا، آخرهم من يزحف على الصراط زحفا ويسقط في جهنم على حسب أعمالهم، يمرون على حسب أعمالهم، أعمالهم هي التي تمر بهم. نعم.